ليكيب سلام الله عليكم، فرس اوتوس كان توجور احييكم دائما وابدا، مرحبا بكم. اي معلومه تجون نحب نشاركها معكم. جانا صاحب السياره هذا من قسنطين، مرحبا بناس قسنطين، نشكره على الثقه اللي دارها فينا، بارك الله فيه على حسن النيه. قال لك صاحب السياره هذا راهو عندي مشكل انه تشالي لو فونيون تاع لونتي دي راباش، تشالي لو فونيون تاع لا بيس، قال لك وعندي لو فونيون تاع تشيك شعله، ورا عندي مونك دو تيراج. قال لك ما عنديش بزاف من كي درت لها سيغمونطاسيون، عاودت لها لي سيغمون ولات تاكل لي زيت. ليكيب عملنا دياغنوستيك، فيريفينا لو سيستيم تاع لونتي دي راباج، لقينا عنده مشكل في الكابتور افون دروات، اللي قلنا له باذن الله تفطلنا لو فايون تاع لابيوس تاع لونتي دي راباج، لو فايون تاع تشيك كان شالت لنا من مشكل تاع كاتاليزر كومبوزون اون موفيز ايطا ولي سوند اوكسيجين. واش لقينا ليكيب؟ لقينا كاتاليزر تاعو في حاله، يعني حاله يرثى لها. من اهم الاسباب اللي يخلي لك الموتور ياكل لك الزيت هو لو كاتاليزر، كاتاليزر تاعو لقيناه ذايب كاريمون. قال لك مام كي نعود ماشي بها مخنوقه بزاف، ها من اهم الاسباب اللي تاكل لك طوموبيل الزيت كاتاليزر. خويا كاينين الناس خويا ماهمش قانعين بالفكره تاع لا سيبريسيون، يا خويا انت ماكش قانع بالفكره تاع لا سيبريسيون. خويا نقي عندك اشاك 40 نقي لو كاتاليزر تاعك، وما تلحقش لهذه الحاله ان كونسوماسيون دويل وتولي تاكل لك الزيت قبل الوقت باذن الله تعالى. درنا له لا سيبريسيون تاع لي سونت اوكسيجين الكترونيك اي كاتاليزر، درنا له لا سيبريسيون تاع كاتاليزر ميكانيك باذن الله تعالى، كانت الريزلتا يعني 100% ناجحه ما شاء الله. مام قال لك اني بدلت درت سيغمونطاسيون راهي روداج هنا يمشي خويا وراسه مرفوع باذن الله تعالى. العمليه راهي ناجحه 100% 100%، ما كانش بور لو مومون بور لانستون اللي جا وشكا. قال لك اخويا من كي درت لي لا سيبريسيون صرا لي مشكل، يعني الحمد لله ربي موفقنا وكانت العمليه ناجحه، خرجنا جربناها بربي ان شاء الله عادت بليز بويسون، عادت ما شاء الله تيراج في العقبه. صاحب السياره قال لك عجبتني الريزلتا، يعني ما شاء الله هكذا يمشي وراسه مرفوع. هاهم تغفل على كاتاليزر ما تنقيش غاتولي تاكل لك الزيت، تقول لي كيفاه واش دخل كاتاليزر تاكل الزيت. دوك الموتير قاعد يديكاجي في ليشابمون وعنده اوبستاكل هنا لو كاتاليزر مكولماطي ولا مبوشي كيما نقولوا بالعاميه، ما يخرجش الدخان بيان. دونك واش وين يولي؟ يولي لا شومبر دو كومبيستيون. واش هي الحاجه الاولى اللي تضر؟ هي لي سيغمون، ويولي الموتور تاعك ياكل لك الزيت. قال لك اون بليس كاينه حاجه واحده اخرى، انه قال لك ريغيلاتور دو فيتيس راهي ماهيش تمشي. درنا السكانر تاعنا ليكيب ما كان حتى بروبليم، ومن اهم الاسباب اللي يخلي لك ريغيلاتور دو فيتيس ما تمشيش عندك كونتاكتور اومبرياج، هذا من اهم الاسباب اللي يخلي لك ريغيلاتور ما تمشيش. فيري فينا ليكيب واش لقينا؟ ها عنده خيط مقطع تاع ريغيلات تاع الكونتاكتور اومبرياج. دوك نريقلوه له باذن الله تعالى تولي له ريغيلاتور دو فيتيس باذن الله تعالى تمشي. مام هنا لي فويون ما عندنا حتى فويون شاله باذن الله. فوالا تشيك طافية، لونتي دي راباج تطفى بإذن الله تعالى. موتير يعني ما شاء الله خرجنا جربناه كانت الريزلتا ناجحة بإذن الله. وصاحب السيارة حب يعطينا كلمة، يعطينا كلمة. الله غير سعيد يا خويا، بارك الله فيك وبارك مشكور. عايش خويا، بارك الله فيك، طريق السلامة إن شاء الله ربي يصلح لك بإذن الله تعالى.